السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنقدم لكم المحاضرة رقم 8 الخاصة بمادة كمبيوتر نيتورك، مقدمة من الأستاذ مساعد دكتور أشرف محمد علي بقسم الاتصالات والإلكترونيات بكلية الهندسة جامعة سيناء. المحاضرة النهاردة بتتكلم على شابتر 7 اللي هو العنوان بتاعها الترانسميشن ميديا. طبعا الهدف من المحاضرة النهاردة هي دراسة الكيبل المتوصل ما بين السندر والريسيفر، انواع الكيبلز ما بين السندر والريسيفر. ما بقول الكيبل ما بين السندر والريسيفر يبقى انا ما زلت بتكلم على مين؟ على الفيزيكال لير. زي ما قلنا الفيزيكال لير اللي بنقول وبنكرر الوظيفة الرئيسية بتاعتها هي تحويل الديجيتال داتا المتمثلة في البيتس لسيجنال مناسبة للكيبل. انا دلوقتي عايز اتكلم في المحاضرة بتاعت النهاردة على انواع الكيبل، تمام، واتكلم بقى على البرفورمانس الاداء بتاع الكيبلز دوت، واتكلم على الكونكتورز المستخدمه لكل كيبل هنتكلم عنه، تمام. يبقى الهدف من المحاضره هو دراسه انواع الكيبلز ما بين السندر والريسيفر. طيب فعشان نقول انواع الكيبلز فبنقول ان احنا عندنا الترانسميشن ميديا بتتقسم لجايدد، يعني الكيبل بتاعك ده يا اما يكون جايدد يا اما يكون ان جايدد. جايدد يعني ايه؟ يعني وايرد. ان جايدد يعني ايه؟ يعني وايرلس. يبقى التقسيمه بتاعتنا في المحاضره هيبقى في عندي جايدد اللي هي وايرد، وان جايدد اللي هي وايرلس. طيب الجايدد بتتقسم لايه؟ هنتكلم على ثلاث انواع من انواع الايه الجايدد، اللي هم التويستد بير كيبل والكوأكسيال كيبل والفايبر اوبتيك كيبل، تمام. ده اللي هنتكلم عليه في الجايدد. في الان جايدد هنتكلم على الفري سبيس، تمام. تعال نبص، هنتكلم الاول على الجايدد وبعد ما ننتهي من الجايدد هنتكلم على الان جايدد. هو يمكن المحاضرة بتاعت النهاردة سهلة شوية وفيها حاجات تكنيكال، فالناس ممكن تبقى ايه، يعني مش هندخل بقى في السيجنال والانالوج تو ديجيتال والديجيتال تو انالوج والمالتيبلكسنج والحاجات دي، هندخل بس في حاجه تكنيكال كده، عايزين ندخل جوه الكيبل نفسه نتعامل معاه شويه. طيب لان برضو المهندس لازم يبقى فاهم الحاجات التكنيكال، ما يبقاش مثلا الفني فاهم اكتر منك، لا انت راجل مهندس، الفني بيبقى فاهم. يعني المحاضره بتاعت النهارده التكنيكال تلاقيه فاهمها كويس، تمام، لكن المحاضرات اللي فاتت بالنسبة للفني ممكن ما يبقاش فاهم، ما يفهمش المالتيبلكسنج قوي، ما يفهمش ازاي بحول من انالوج تو ديجيتال، ايه اللي بيحصل بقى السيجنال، ايه اللي بيحصل فيها. فانت راجل مهندس متميز، احنا عايزينك تبقى متميز في كل حاجة، جامع يعني كوكتيل من كذا حاجة، تمام. النهارده انت هتبقى ايه، فاهم الحاجات التكنيكال النهارده. فعندنا هنا الجايدد بتتقسم زي ما قلنا ان هي تويستد بير كيبل وكوأكسيال كيبل وفايبر اوبتيك، يبقى انا هتكلم على كل واحده بقى، تمام. طيب التويستد بير زي ما قدامك كده في الشكل، يعني زي مثلا ايه، انت عندك اهو كوندكتور وشيلدد، طبعا متغطي بطبق من العازل اللي هو الانسليتورز، وزي ما انت شايف كده ان هي مربوطه بالشكل اللي قدامك دوت، ده بيسمى التويستد بير كيبل، وهو متعمد ان هو يبقى ملفوف بالشكل ده، وده بالطريقه دي بيبقى بيقلل النويز بقدر الامكان، غير لما يكونوا مثلا التو كيبلز اللي عندك، بدل ما يكون مثلا الكابلين بتوع التويستد بير دول يكونوا ان هم متوصلين مثلا او مرسومين بارلل مع بعض، لا ده هم بيبقوا ايه ملفوفين بالشكل اللي قدامك ده، من هذا سميت ايه تويستد بير، يعني بير يعني زوج وملفوفين مع بعض بالشكل اللي قدامي ده. وده السبب ليه ايه ان انا بيبقى عامله تويستد، ان هو بيقلل النويز بقدر الامكان لما بتكون بهذا الايه الشكل او بهذا التوصيل. يعني السلوك زي ما انت كده تلاقي واحد الفني بيمسك السلكتين ويقعد يربطهم مع بعض او يربطهم فوق بعض بالطريقه اللي قدامك او بالشكل اللي قدامك ده، يبقى تبقى عارف ان هو ده الايه التويستد بير ايه كيبل بتاعي. تعال نشوف نوعين من انواع التويستد بير كيبل. في عندي الان شيلدد تويستد بير اللي هي اليو تي بي، والشيلدد تويستد بير اللي هي الاي سي تي بي. من الشكل اللي قدامي انا عندي رقم ايه، الان شيلدد تويستد بير زي ما انت شايف مرسومه بالشكل اللي قدامي دوت، اللي هي الان شيلدد تويستد بير،
والتانية الشيلد تويستد بير اللي هي الاس تي بي مرسومة بالشكل اللي قدامي ده. الفرق ما بينهم في الميتال شيلد دي، الميتال شيلد دي هي اللي خليته يبقى اسمه شيلد تويستد بير. يعني فرق بين الاتنين هو في الميتال اللي انت حطيته. فالميتال ده زي ما بيحافظ عليه من القطع من فروم كاتنج، وبيحافظ عليه حاجة تانية من النوي في عملية النويزي النويزز اللي بتحصل او الديستربنس سيجنال او الانونتد سيجنال. لكن المشكله في التكلفه بتاعته، يعني الميتال شيلد ده لما بتحطه مكلف، الكوست بتاعه عالي. فعشان كده مازال الان شيلد تويستد بير موجود. زي ما احنا بنقول ما نقدرش نلغي حاجه لان بيبقى ليها برضو ايه ميزه، تمام، بتضطرنا ان احنا لازم نستخدم الحاجه دي. فالان شيلد الميزه اللي فيه ان هو مش غالي زي الايه الشيلد تويستد بير او الاس تي بي. وهو دول الشكلين او التو كيبلز بتوع التويستد بير. يعني لو سالتك ايه انواع التويستد بير هتقول لي في عندي الان شيلد تويستد بير اللي هي اليو تي بي، وشيلد تويستد بير اللي هي الاس تي بي، والرسمتين موجودين. طب ايه الفرق بينهم؟ فرق الميتال شيلد اللي موجود عندك في الشيلد تويستد بير، ومشكلته في الكوست بتاعه بيبقى عالي شويه. تمام كده؟ طبعا هو هنا عامل لك زي كاتيجوريز بتاع الان شيلد تويستد بير بتاع اليو تي بي. شوف هما بقى مستخدمين اليو تي بي عشان ايه؟ ان هو الايه طبعا هو ليس اكسبنسيف. فطبعا هنا في الكاتيجوري قايل لك الايه ان شيلد تويستد بير يوزد ان تليفون، بيقول لك هنا حسب الداتا ريت، لو اقل من 0.1 يبقى تليفون. في خط الان شيلد تويستد بير اوريجينال يوزد ان تي لاينز بيبقى اقل، بيبقى حوالي 2 ميجا بيتس بير سكند، 2 ميجا بيتس بير سكند بيبقى تي 1 لاينز. بعد كده عندي الامبروفد كيت 2 يوز دي ان لانز، المواصفات بتاعته بيبقى هنا الداتا ريت بتاعته 10 ميجا بيتس بير سكند، فبيستخدم في شبكات اللانز. ومدي لك كده كاتيجوريز مختلفه للان شيلد تويستد بير، فمعتمده على السرعه بتاعت الايه. طبعا كل واحده بتلاقي ليها سرعه معينه وليها ايه استخدام إيه معين زي ما انت شايف كده. دي طبعا كفكره ليك او كفكره بالنسبه لك في هذا الموضوع. تعال بقى نتكلم على اليو تي بي كونكتور. طب انا في كل واحد هحاول ان انا اتكلم بنفس الطريقه، يعني كل مثلا كيبل زي ما انا اتكلمت على تويستد بير، وبعد كده بعد شويه هتكلم على كوكسيال كيبل، فاتكلمنا عنه وصفناه عملنا المواصفات بتاعته، وبعد كده بنتكلم على الكونكتور، وبعد كده هنتكلم على البرفورمانس عشان تبقى عارف انا ماشي ازاي في المحاضره بتاعتي. تمام. طيب اليو تي بي كونكتور، بص كده معايا اها، انا عندي طبعا هو كابل زي مثلا زي كابل النت لما انت بتدخله في كارت اللان عندك. تمام. بتلاقي ان انا عندي الكونكتور، انا عندي 8 وصلات المفروض ان هما بيدخلوا، اللي هما بيبقوا واخدين الوان معينه، والمفروض ان انت بتدخلهم على الكارت بتاع كارت اللان. فالمفروض ان انت بتعمل عمليه بترتب الالوان بترتيب معين. تمام. وبعد كده ما بتدخلهم على الجزء بتاع الكارت اللان بتاعك، المفروض انك انت بتعمل ايه؟ بتعمل بتقرج الايه الكيبلز بتاعك، يعني كانك انت بتركب هذا الكونكتور بتاعك، انت بتعمله عمليه بتقرجه وبتدخله في الفيميل اللي هو متمثل في كارت اللان عندي. فطبعا عمليه التقريج والحاجات ديت، المفروض ان انت برضو ايه ترتيب الالوان والكلام ده كله بيبقى ليه ترتيب معين. خلي بالك، يعني انا عندي مثلا دلوقتي 8 سلوك مثلا 1 و2 و3 لحد 8. المفروض مثلا انا الكيبل ده موصله بطرف، والطرف التاني على مثلا سي جهاز الجهاز التاني. ففي واحد يسأل سؤال، طب لو انا عندي الرقم واحد مثل السندر في الجهاز التاني، رقم واحد المفروض يمثل ايه يا جماعة؟ يمثل سي مثلا، يمثل الريسيفر. فهو بيمثل برضو مين؟ بيمثل السندر. يعني هو بيمثل عندي طب ازاي يمثل الريسيفر؟ ازاي يعكس العملية دي؟ في بروتوكول معين هو اللي بيعمل عملية عكس لهذه العملية. في بروتوكول معين هو اللي بيعمل عملية ان هو يعكس ان الرقم واحد ممثل السندر، يبقى في الناحية التانية الكونكتور ده رقم واحد هو ممثل للريسيفر. تمام. بعد كده بيتكلم لك على البرفورمانس زي ما انت شايف كده. هو عامل لك طبعا انت بتبص معايا الاتينيويشن، كل ما بتيجي تلاقي ان الفريك بتاعتك عمالة
بتعلق بتلاقي ان الاتينيويشن بت ايه زي ما انت شايف كده، ادي التردد معاك مثلا، ادي سيجنال معين. احنا بنتكلم على الديامتر بتاعنا، كل ما الديامتر بيبقى كبير كل ما بيحصل ان الاتينيويشن بتقل، بيبقى اللوثز اوف انرجي اقل. تمام، يعني الديامترز مثلا كل ما بيكتر كل ما الاتينيويشنز بتاعتك بتحصل لها ايه، كل ما الديامترز بتاعتك بتزيد. او زي ما انت شايف كده، كانت الديامتر مثلا ل 18.0403، بعد دي كبيرة قوي. تعال بص للاتينيويشن ماله، الاتينيويشن ماله اهي، تعال نبص كده ثواني. انا دلوقتي عندي ادي الايه الديامتر بتاعتي كام، اللي هي 0.0403 خلاص. فحصل لي هذا الاتينيويشن، اتمثل لي بالكيرف الاولاني ده، لما كان الديامتر بتاعي ماله 0.023، يعني الديامتر بتاعتي قلت. ايه رأيك في الاتينيويشن؟ طب الاتينيويشن زاد شوية صح ولا لا؟ لما جه الديامتر ايه بتاعي قل تاني، حصل ايه في الاتينيويشن؟ الاتينيويشن راحت عملت ايه، زادت تاني، الاتينيويشن بتزيد. تمام، لما جه بقى ايه الديامتر بتاعك قل خالص، يعني الديامتر بتاعك الاتينيويشن ماله، الاتينيويشن بقى ايه اعلى بكتير. يعني الديامتر الكبير بيمثل اتينيويشن ايه، الديامتر بتاعي بيبقى كبير بيمثل اتينيويشن قليل حسب الكيرفيت اللي انت ايه قدامك بيقول لك ايه من الاتينيويشن. يعني كل ما الديامتر بتاعتك بتاعت الكيبلز بتاعتك بتبقى كبيره، بيبقى الاتينيويشن زي ما انت شايف بتبقى اقل، في حين ان الديامتر لما كانت قليله خالص كان الاتينيويشن كبير. تمام، تعال ندخل على النوع التاني، الكوأكسيال كيبل. الكوأكسيال كيبل زي مثلا ايه الكيبل اللي انت موصله على الريسيفر عندك، بتكون موصله على الريسيفر عندك. الكوأكسيال كيبل هو عبارة عن الريسيفر. فتعال نبص للكوأكسيال كيبل بتاعنا عبارة عن ايه، في عندي انر كوندكتور وفي فوقيه عازل، وفي اوتر وفي واحد تاني اوتر كوندكتور وفوقيه عازل. يبقى انا دلوقتي عندي كام كوندكتور؟ اتنين، في انر كوندكتور وفي عازل وفي اوتر كوندكتور، واللي فوق الاوتر كوندكتور دوت بيوجد مين؟ بيوجد عازل عندي، وطبعا في بلاستيك كفر كمان موجود معايا. فهو ده ايه شكل الكوأكسيال كيبل، وطبعا كله شافه اللي هو بيتوصل بالايه بالريسيفر بتاعي. طبعا هنا الكاتيجوريز بتاعت الكوأكسيال كيبل، في عندي ار جي 59، الامبيدنس بتاعته بتمثل 75 اوم، ده كيبل بتاع التي في. وعندنا دلوقتي الار جي، دي واحده يا جماعه بس، دي واحده بعد اذنكم. ماشي، معلش يا جماعة بس كان في حاجة كده بخ. دلوقتي عندنا الكاتيجوريز بتاعت الكوأكسيال كيبل، عندنا الار جي 59، الامبيدنس بتاعتها 75 اوم، ده بيعتبر كيبل التي في. وفي عندنا الار جي، ار جي طبعا هو كل الكيبلز اللي بتستخدم بيقول لك اللي هي الار جي كيبل، اللي هي كانت خمسة لو تفتكر 45، دي كانت الخاصة بمين؟ بالتويستد بير. وطبعا الامبيدنس بتاعتها 50 اوم، دي بتمثل 15 ايثرنت، والثيك ايثرنت المستخدمه بتستخدم ار جي 11، الامبيدنس بتاعتها ب 50 اوم بتمثل الثيك ايثرنت. تعال بقى نكمل مع بعض. طبعا هنا الكونكتورز المختلفه اللي بتستخدم، يعني ايه الكونكتور؟ زي ما انت بتشوف الكيبلز بتاعك في نهايته بيبقى فيه كونكتور. فالكونكتور في عندنا بي ان سي راسم لك شكله، والبي ان سي تي، وبي ان سي ترمينيتور، يعني دي برضك تتعرف على الاشكال بتاعتهم. دول الخاصين بالكونكتور اللي هما بيبقى في اخر الكيبل بتاعك اللي بتوصله بالجهاز، اللي بتحطه روح ايه حطه او موصله بالجهاز بتاعك. برضك نفس الكلام، عايزين نقول بقى الاتينيويشن، نفس الكلام اللي قلناه في الاتينيويشنز في حاله التويستد بير هو بيكرر مره اخرى في حاله الكوأكسيال كيبل. يمكن المحاضره بتاعت النهارده بسيطه شويه، يعني سهله عن باقي المحاضرات التانية لأنها فيها شغل تكنيكال شوية يا جماعة. تمام كده، ده الكوأكسيال كيبل بيرفورمانس بتاعنا. طبعا هنا زي ما انت شايف برضو التردد الفريكونسي رسم اجينست الايه الاتينيويشنز، مع طبعا هنا
مع الاختلاف في الايه الدايمترز ايه بتاعتي والنسبه بتاعت الدايمتر. تعالى بقى بص معايا بدايه بقى الحاجه المهمه قوي، الاوبتيكال فايبر. انا عايز اشوف ايه بقى الايه الفايبر اوبتكس او الاوبتيكال فايبر اللي هو المفروض من اسرع الكيبلز في نقل الداتا، يعني الكيبل اللي بيستخدم بسرعات عاليه قوي. فعشان تفهموا طبعا ان انت خدت ان السيجنال اللي بتبقى ماشيه هي لايت، هي عباره عن الضوء. فانت خدت افكرك بقوانين اللي انت خدتها في اللايت، البيندنج اوف لايت راي. انت عارف ان في حاجه اسمها الكريتيكال ايه انجل. الكريتيكال انجل زي الانجل اللي ارسمها لك في النص دي، افكرك بيه ان انا لو عندي مثلا حصل انسيدنت معين، لو جه بكريتيكال انجل الزاويه دي اي كريتيكال انجل، تلاقي ان ما حصل ان الايه الخط بتاعك ما حصلوش ريفليكشن ولا ريفراكشن، حصل في ايه مشي كده كانه موازي مع السطح زي ما انت شايف كده باللون الاسود، فهو ماشي موازي للسطح تمام كده. طيب دوت اسمه الكريتيكال انجل. يعني ايه ريفليكشن؟ ريفليكشن يعني نزل في نفس الوسط، ريفراكشن دخل في وسط تاني انكسار تمام، ريفليكشن انعكاس. فلو الانسيدنت انجل دي اقل من الكريتيكال انجل، يعني قلت، انت ملاحظ ان الانجل هنا اقل، الانجل اللي هنا اقل من الانجل اللي هنا، حصل ايه؟ حصل عمليه انكسار، يروح داخل على الميديم التاني بتاعي. طب لو كان ازيد، لو كانت الانسيدنت انجل ازيد من الكريتيكال انجل، يحصل عمليه ايه يا جماعه؟ يحصل عمليه ريفليكشن. دي مهمه قوي بالنسبه لنا عشان نفهم برضو جزئيه الايه الاوبتيكال فايبر. هنا بقى بيوريك اللي بيحصل هنا في الاوبتيكال فايبر. عندك كور وعندك كلادنج كده كانك انت مغطيه بطبق من الكلادنج، وده من السندر للايه للريسيفر. حاصل ايه؟ عمليه ريفليكشن اهي داخل الايه، ثواني انا اسف، داخل الكيبل بتاعي حاصل عمليه ايه ريفليكشنز كده على طول الكيبلز بتاعي، على طول الاوبتيكال فايبر بتاعتي حاصل مجموعه من الايه ريفليكشنز زي ما انتم شايفين تمام. بعد كده بيجي بيقول لك المودز اوف بروباجيشنز، في عندي مالتي مود، يبقى في مالتيبل سيجنال، يعني اكثر من سيجنال، سنجل مود ده في الكلام ده على الاوبتيكال فايبر. وطبعا المالتي مود في ستيب اندكس وفي جريدد اندكس. تعالى نشوف كده، ادي هنا بص كده للسورس اهي، ادي اول واحده السنجل مود، ففي ايه سيجنال واحده اللي ماشيه من السورس لحد مين؟ لحد الديستنيشن. طب تعالى لو معايا اكتر من سورس ماشيين في الكيبل بتاعي، يعني تعالى بص معايا للرسمه الثانيه، في عندي هنا اكتر من سورس ماشيين في الكيبلز بتاعي، هنا اكتر من سورس ماشيين، فده بيسميه مالتي مود. هنا جرادد لما بيكون هنا في واحده اللي هي اللي فوق خالص دي اللي هي الستيب اندكس، وفي واحده تانية اللي هي اسمها ايه التاني، واحده اسمها جرادد اندكس. خلي بالك، لاحظ السيجنال اللي هي بتمشي عندك فين داخل هذا الكيبلز، مثلا هي مجموعه من السيجنال، كل ما الديامترز بتزيد، يعني كل ما تبقى الديامتر بتاعتك بتبقى كبيره، كل ما السرعه بتاعتك بتبقى قليله. ليه؟ ليه؟ لان الريفليكشنز اللي بيحصل بياخد وقت اكبر غير لما تكون صغيره. يعني لو كانت صغيره هيحصل الريفليكشن اسرع، لما تكون كبيره عمليه الريفليكشن لسه هيروح للسطح اللي فوق وينزل ويروح وينزل، يبقى العمليه هنا هتبقى يبقى فيها نوع من البطء شويه. فده اللي انا عايزك تبقى واخد بالك منه، ان في المودز بتاعتي في المالتي مودز، لو او ان انا لو كذا سيجنالز عندي، فبيبقى لو كانت الدايمترز كبيره هتبقى السرعه بتاعتك قليله شويه، سرعه الكيبل. لكن هو طبعا في الغالب في الاغلبيه العظمى هو السرعه بتاعتك بتبقى عاليه جدا. فهنا عندي في السنجل مود لكن سيجنال واحده بس زي ما انت شايف كده بتروح من السندر للريسيفر على طول، لكن هنا بيبقى ايه اكتر من ايه اكتر من سيجنال، هنا اكتر من ايه اكتر من سيجنال موجودين عندي في المودز بتاعتي. تعالى هنا بيقول لك بس ايه، طبعا هنا فايبر تايبس، طبعا هي انواع بقى، بيقول 50 على 125 الكور بتاعك، الدايمترز بتاع الكور 50 مايكرو، واخد بالك؟ الكلادنج ال 50 النسبه ما بين الكور والكلادنج، الكلادنج اللي هي الايه الطبقه المغطاه على الكور اللي بتمشي فيه اللايت. فبيقول لك 50 على 125، يعني تعرف ان 50 دي الكور وال 125 دي الكلادنج، دي بتبقى المود بتاعتها، بتبقى المالتي مود بتشتغل على 50 على 125. يعني لما يجي يقول لك 7 على 125 تبقى فاهم ان 7 اخر واحده عندك، 7 على 125 دي بتمثل مين؟ السنجل مود مثلا. 7 ده ايه؟
الكور، لكن الكلادنج كام اللي هو ال 125 بيمثل مين؟ الكلادنج. تمام. فطبعا هنا ابلكيشن، شوف بقى انت لما جه قلت قوي الكور بالنسبه للكلادنج 125 ثابت، لما تقل قوي تدخل في السنجل مود، كل ما تزيد بتديني فين؟ في المالتي مود، يعني لا ببقى كبيره الكور بتاعي بيبقى الدايمتر بتاعه كبير، فببقى انا بتكلم في الايه، في الجزء بتاع الايه، المالتي مود. طبعا هي بيوريك الفايبر كونستراكشنز بتاعتك، هو زي ما انت شايف طبعا هو مصنوع المره دي بقى من ايه، زي ما انا كاتب لك هنا او مكتوب عندك هنا، من كلاس اور بلاستيك كور، يعني معمول من الكلاس من الزجاج، فخلي بالك انه سهل جدا يتكسر. تمام. فبيعمل عليه زي ايه، عمليه حمايه او بروتكشن باكتر بكتير قوي من الكواكسيال كيبل او التويستد بير. بص هنا حاطط لي بلاستيك بافر، حاطط لي هنا اوتر جاكيت، خدت بالك؟ عندك ديو بوند كيفلر فور سترينث، كل ده عامله ليه؟ احتياطات زائده من اجل ايه؟ كلادنج وبلاستيك بافر واوتر جاكيت، كل ده محطوط من اجل ان انا ده زجاج مجرد، يعني اي حاجه الازاز ده بيتكسر على طول، يعني الازاز معرض للكسر بشكل سريع جدا يا جماعه زي ما انتم عارفين. تمام. طبعا هنا برضك الكونكتور بتاعها انواع مختلفه، الاس سي كونكتور والاس تي كونكتور والام تي ار جي كونكتور، وكل الكونكتور زي ما موضحه بالنسبه لك بهذا الشكل، اللي هي الكونكتور دي طبعا اللي هي في طرف السلك اللي بتوصلها، بتوصل بيها بالجهاز بتاعك. تمام. طبعا هنا الاوبتيك ده، هنا بقى خلي بالك من البرفورمانس، ملهاش قاعده هنا، يعني زي ما انت شايف الويف لينس لما بتزيد بتلاقي اللوس بتاعك بيحصل له ايه، شويه في جزء بيكون بيقل وبعدين يزيد، يعني ماليش قاعده محدده انا بمشي عليه، يعني مفيش قاعده محدده انا بمشي عليها، لا جزء بتقل جزء بيزيد جزء هنا بايه بيقل، فمفيش قاعده محدده اقدر امشي عليها زي اللي فات، زي في الكواكسيال كيبل او التويستد بير. الجزء الثاني الان جايدد ميديا بيتمثل في الراديو ويف والمايكروويف والانفراريد. فالان جايدد ميديا ترانسبورت الكتروماجنتيك ويف طبعا ويزاوت يوزنج ا فيزيكال كوندكتور ذيس تايب اوف كوميونيكيشن، طبعا انا هنا مش معايا كيبل، فبتكلم على ثلاث انواع، الراديو ويف والمايكروويف والانفراريد. زي ما انت شايف كده الرينج بقى الايه، الراديو ويف هو الايه، الرينج اقل واحد، الراديو ويف والمايكروويف اقل من الانفراريد، يعني الانفراريد ده على حاجه، وفي اللايت ويف ده بالتيرا اللي هو من 400 تيرا هرتز ل 900 تيرا هرتز، يعني من 3 كيلو 300 جيجا، ده الراديو ويف والمايكروويف. الانفراريد بيتمثل من 300 جيجا ل 400 تيرا هرتز، وبعد كده اللايت ويف عندي من 400 تيرا ل 900 تيرا هرتز. تعال نشوف البروباجيشن مودز اللي عندي، في عندي طبعا هنا الطبقه بتاعت الايونوسفير واضحه قدامي هنا، في عندي الجراوند بروباجيشنز، لما تكون انا عندي البروباجيشنز في الجراوند زي ما انت شايف قريب من سطح الارض كده بيبقى بيلو 2 ميجا هرتز، اقل الترددات بتبقى الراديو ويف بتبث ترددات اللي هي ال 2 ميجا، اسمها جراوند بروباجيشن. السكاي بروباجيشنز دي بتبقى خاصه بمثلا الجزئيه زي الايه المايكروويف، بتبقى من 2 ل 30. خلي بالك ان التو انتنا في تاني واحده اهي في تاني رسمه عشان اوضحها لك، مش شايفين بعض، دي انتنا في ناحيه ودي انتنا في ناحيه تانيه، فالاتنين انتنا يا جماعه مالهم مش شايفين بعض خالص. تعالى بقى بص معايا كده في الايونوسفير بتاعنا، لما نيجي نبص في اللاين اوف سايد بروباجيشنز بقى، لو هما في تالت رسمه شايفين بعض، التو انتنا بتوعي المفروض ان هما شايفين بعض، يعني على استقامه بحيث ان التو انتنا ملاحظين بعض او شايفين بعض، لكن هنا تعالى بقى مثلا في السكاي بروباجيشنز مش شايفين بعض، هنا التردد اللي هم التو انتنا دول بعد مش شايفين بعض خالص بيبقى من 2 ل 30 ميجا. تمام. بيبقى طب يتم التواصل ما بينهم ازاي؟ بيبقى عن طريق مثلا ساتلايت، ببعت حاجه الانتنا الاولى تبعت للساتلايت والساتلايت يبعت للانتنا الثانيه. تعالى بقى اللاين اوف سايت، يعني هم على لاين اوف سايت ايه؟ واحد، ده بيبقى اباف ال 30 ميجا هرتز. تعالى بقى بص، طبعا ده البندات دي ممكن تقراها وتشوفها بالنسبه ليك، ال في ال اف اللي هي فيري لو فريكونسي، طبعا انت مش هتحفظها بس تبقى عارف انها الفريكونسي القليله اللي هي خاصه بين 3 ل 30 كيلو، واللو فريكونسي من 30 ل 300 كيلو الجراوند البروباجيشن بتاعها بيبقى يعتبر جراوند.
انما الميدل فريكونسي بيعتبر البروباجيشن سكاي، او الهاي فريكونسي بيعتبر البروباجيشنز بتاع سكاي من 30 ميجا. هو كاتب لك الجدول، يعني اقعد بقى، يعني عايزك تقعد تبص مع نفسك بقى كل الترددات، مديك بقى ايه الاي ام راديو من كام، الفي اتش اف والتي في والاف ام راديو الرينج بتاعهم توتال كام. خلي بالك هو دلوقتي مدي لك كل الترددات المستخدمه، يعني مثلا انت هتيجي تقول لي الاف ام ده من 88 ل 108 ومكتوبه هنا من 30 ل 300 ميجا، لا الاف ام بس واخد من 88 ل 108، لكن الباقيين بقى في عندك في اتش اف وتي في، فمدي لك اهو الترددات اللي الناس كتير قوي بتسال هو كل ابلكيشنز التردد بتاعها فين اهو. يعني عندك اهو الباندات بقى اهي مديها لك في التيبل ده. الوايرلس ترانسميشن عندي الراديو ويف بقول والمايكروويف والانفراريد. طيب بنقول هنا الاومني دايركشنال انتنا، اللي هي الانتنا اللي بتبث في اتجاهات مختلفه المفروض بايه، بدايركتيفيتي واحده، يعني زي مثلا عندك الاضاءه مثلا بتاعت لمبه معينه، مش هي بتطلع الشعاع بتاع الضوء كده بتوزع بشكل ايه ثابت في جميع الاتجاهات، دي زي الاومني دايركشن. والاومني دايركشنال دي بتعتبر زي حاجه كانك بوينت تو يعني تو مالتيبل، كانك بتعمل عمليه مالتي كاست. زي ايه مالتي كاست؟ يعني كانك بتبعت واحد بيبعت لمجموعه لاكتر من واحد، فالانتنه بتاعت الاومني دايركشنال هي بتبعت من واحد لاكتر من واحد، يعني كاني بعمل ايه مالتي كاست. الراديو ويف اللي بيستخدم فيها بقى في الاومني دايركشنال راديو ويف، اللي بيستخدم في المالتي كاست كوميونيكيشن زي الراديو والتلفزيون والبيجنج سيستم. في عندك اليوني دايركشنال بقى اللي هي الديش انتنا والهورن انتنا، طبعا دول بيعتبر يوني دايركشنال يعني من واحد لواحد، بيبقى هنا دلوقتي يوني كاست، يوني كاست يعني من واحد لواحد، وزي ما انت شايف الدايركشنز في الديش انتنا بيفوكس في مكان معين، الهورن انتنا بتبقى عندك مثلا طبعا السيجنالز عندك بتبقى بتدخل الهورن انتنا وبتطلع منها تبقى ان بارل، وبعد كده بتتجمع بعد كده من خلال الهورن انتنا. طبعا الحاجات دي هتدرسها ان ديتيلز في الانتنا، انا زي ما قلت لك الكورس بتاع الكمبيوتر نتورك بيديك المعنى كده البيزكس الاساسي تبقى عارفه. يعني هنا اليوني دايركشن انتنا اللي هي زي الديش انتنا والهورن انتنا دي تعتبر ايه يوني كاست، المالتي كاست زي اومني دايركشن انتنا. تمام، تبقى انت عارف المعلومه دي تبقى عندك. اللي بيستخدم في حاله الهورن انتنا او الديش انتنا هو المايكروويفز، الرينجات بتاعت المايكروويفز مش الراديو ويف اللي هي الاعلى، المايكروويفز الاعلى ار يوزد فور يوني كاست كوميونيكيشن زي السيلولار تليفونز والساتلايت نتوركس اند الوايرلس لانز. طبعا الانفراريد بقى كان بيوزد فور شورت رينج كوميونيكيشن في الكلوزد اريا باستخدام اللاين اوف سايت بروباجيشنز. اوف سايت يعني هما الاثنين شايفين بعض، زي ما قلنا تو انتنا يعتبروا ايه شايفين بعض. تمام، هو الى حد ما الفيزيكال لاير اتغطت بشكل كبير قوي، فاضل حته صغيره اللي هي سويتشنج المحاضره اللي جايه، بس هتبقى فيها الجزء بقى كبير قوي نتورك شويه السويتشنج دي، اللي هي المحاضره المفروض اللي هي هنديها المحاضره اللي جايه هنشرحها ان ديتيلز وهنفهمك يعني ايه سويتشنج، وهنوضح انواع السويتشنج ايه. المحاضره اللي جايه هتبقى فيها ايه حته نتورك بقى، يعني هنخرج بره بقى، احنا دلوقتي بدانا نخرج بره الايه السيجنال والجزء بتاع الداتا والانالوج سيجنال والديجيتال سيجنال في المحاضره بتاعت النهارده، يعني تعتبر محاضره تكنيكال شوي. المحاضره اللي جايه هتعتبر نتورك شوي، يعني هنبقى عندنا بقى داتا اكتر عن السويتشنج بيتم ازاي الداتا مثلا بتتنقل، ادي جهاز عندي لجهاز تاني بيحصل النقل بيتم ازاي، او اليوني كاست او المالتي كاست بيتم ازاي. فده هيبقى المحاضره الجايه هيبقى العنوان بتاعها السويتشنج، وان شاء الله هنبقى ننزلها لكم يعني على الاسبوع القادم او يمكن في نهايه الاسبوع ده ربنا يسهل. وطبعا في الاخر بتمنى لكم التوفيق، وخلوا بالكم من نفسكم وربنا يكرمكم، وشكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.